بين مسطحي مياه الخليج العربي في الشمال والشمال الغربي وخليج عمان في الشرق، وبين خطي عرض 22 و 26.3 درجة شمالا، وخطي طول 51 و 56.3 درجة شرقا، تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بمساحة تقارب 83,600 كيلومتر مربع، وتمثل الصحارى أغلب هذه المساحة. تحتل جبال الحجر الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من البلاد، حيث تكثر السهول الحصوية في الأجزاء الشرقية والغربية منها. تميز السبخات معظم الأجزاء من السهول الساحلية في الخليج العربي، وتغطي رسوبيات العصر الرباعي معظم الجيولوجيا السطحية للدولة، وينحصر وجود مكاشف الصخور في شرقي الدولة وعلى امتداد الساحل الجنوبي للخليج العربي غربي أبوظبي وفي الجزر البعيدة عن الشاطئ. تعد إمارة الفجيرة إحدى الإمارات السبع التي تتشكل منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطل على خليج عمان إلى الشرق، وتبلغ المساحة الإجمالية للإمارة حوالي 1580 كيلومترا مربعا، ممثلة 1.9% من مساحة الدولة، حيث تكون الجبال والمرتفعات الصخرية قرابة 1200 كيلومتر مربع، ممثلة 76% من إجمالي مساحة الإمارة. وتشغل التجمعات والأنشطة العمرانية للمدن والقرى حوالي 15% من إجمالي مساحة الإمارة، وتبلغ المساحات المرخص استغلالها تعدينياً بكافة المناطق التعدينية 100 كيلومتر مربع فقط، وتمثل نسبة 6% من مساحة الإمارة. وتعد الجبال والمرتفعات الصخرية بالإمارة متحفاً طبيعياً لما تحتويه من أشكال وأنواع مختلفة تأثرت بعوامل تكتونية من الطي والتصدع والانزلاق والتداخل الجيولوجي. تشمل القاعدة الصخرية لإمارة الفجيرة الصخور النارية المتمثلة في تتابع صخور الأوفولايت المعروف باسم تتابع أو المركب السمائلي، والذي تكون في العصر الطباشيري المتأخر ويمتد لمسافة تقارب 500 كيلومتر من رأس الحد جنوباً في عمان وحتى الأجزاء الشرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر الأوفيولايت السمائلي أكبر وأفضل المكاشف الصخرية للأوفيولايت على مستوى العالم. ونتيجة لسقوط الأمطار الموسمية بغزارة، فقد تم إنشاء العديد من السدود لزيادة المخزون من المياه الجوفية. تميزت إمارة الفجيرة بموقعها الاستراتيجي على مسار طرق الملاحة الدولية لتكون نقطة التقاء مركزية، إضافة لمياهها الهادئة والآمنة، بالإضافة إلى البنية التحتية وشبكات الاتصال العالمية المتقدمة ونظام النافذة الواحدة للطلبات والتراخيص والمعاملات الإدارية وتوفر العمالة الماهرة ذات الأجور المنخفضة نسبياً، ووجود ميناء الفجيرة كواحد من أفضل الموانئ العالمية للشحن البحري من خلال خدماته اللوجستية ووجود مرسى الكاسر. كل ذلك جعل إمارة الفجيرة منطقة جاذبة للاستثمار والتجارة الحرة. قامت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بأعمال المسوحات الجيولوجية والجيوكيميائية والتنقيب عن المعادن بالإمارة والتشجيع على البحث العلمي وإتاحة الفرص للطلاب بالتدريب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة قطار الاتحاد ستقوم بربط كافة المناطق الصناعية والتعدينية بميناء الفجيرة وموانئ دولة الإمارات العربية المتحدة كافة. تعد الجبال والمرتفعات الصخرية مورداً طبيعياً هاماً، وذلك لاحتوائها
على بعض الرواسب المعدنية كالكروم والنحاس وربما المنجنيز والحديد والبلاتين وغيرها. وتشير الاستكشافات الجيولوجية لوجود مواقع تاريخية لاستخراج النحاس في المنطقة، كما تم استخراج بعض خامات الكروم في التسعينات من القرن الماضي. إن الاستثمار في المجال التعديني أصبح الآن مفتوحاً لإقامة العديد من الصناعات بالإمارة، ونذكر منها على سبيل المثال للحصر ما يلي: صناعة الإسمنت البورتلاندي، صناعة الجير، صناعة الطابوق الجيري، صناعة أحجار الزينة، صناعة الطابوق الأحمر، صناعة الصوف الصخري. تعتبر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية من المؤسسات السباقة في تخصيص العديد من المناطق التعدينية، وقد دعمت هذا التخصيص بوضع قوانين وضوابط مشددة على جميع المنشآت التعدينية لكل قطاع، بما يضمن سلامة البيئة والعمال والاهتمام ببرامج الرصد البيئي وإدارة المخلفات والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الخصوص، ساعية لاستشراف المستقبل من خلال إتاحة الفرص للصناعات التعدينية المبتكرة لإضافة رافد لاقتصاد الإمارة يتبنى المنهجيات والأساليب العلمية الحديثة. انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في خدمة الوطن والحرص الشديد على المساهمة في المسيرة التنموية ودوام الخير في كافة أعمالنا، فقد انطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نحو آفاق فارقة على درب الازدهار لتصنع النموذج الأمثل للتطور والإعمار في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.